مساء الخير، كيفكم؟ ان شاء الاخبار يا رب تكونوا بخير. كثير من المتابعين سالوني عن الريتان، الرياكيوتان، روكتان، كيف تلفظوه؟ بسوريا يسمى الريتان. تحيه لاهل سوريا كلهم، تحيه. وبقول لهم انا بحبكم كثير، ان شاء الله اشوفكم باقرب وقت. بالنسبة للريتان، الرياكيوتان، وحب الشباب، قلنا لنرجع بالمجمل. حب الشباب مع فترة البلوغ بالمجمل، بصير طبعا الهرمونات الجنسية بشكل أو بالتاني تصير تفرز لتحدد صفاتك الجسدية والنفسية الذكورية والأنثوية. طبعا بتزيد افراز الدهن، عندنا زياده افراز دهن وعندنا جراثيم موجوده على سطح البشره، كورين باكتيريوم اكني. مع زياده تكاثر خرايا البشره بينسدوا المسام وبينحبسوا، بصير عندي الانفلاميشن، الالتهاب بهذا المعقد الكامل الكومبلكس، كانوا يسموه من قبل بس افراز دهني وجراثيم وانسداد او تراكم او تكاثر خلايا البشره، كان هيك المعقد. وتقضي على واحد منهم او كلهم لتاثر على حب الشباب. هلا العلاج علاج كامل ما في لحب الشباب، لانك انت عم يتغير جسمك. حتى في بعض النساء بعد عمر الـ40 بصير معهم كيسات او ما شابه ذلك او باي عمر. فلما بنشوف انه الانثى في عندها مشاكل مثل شعرانيه، اضطراب الدوره الطمسيه، زياده وزن، ظهور حب شباب فوق السن المتوقع اللي يكون في حب الشباب، فوقتها بنطلب الـ FSH والـ LH، نطلب الهرمونات، نطلب ايكول المبيض. وعادة بالمجمل لما تعالج حساسية، لما تعالج حب شباب، تجي وحدة بتقول لك بدي نضارة للبشرة، بدها تصفى بشرتي، بدي نعرف السبب. تمام، بنرجع هلا بنحكي عن الموضوع اللي هون، الريتان رح نسميه او الرياكيوتان. تقريبا اكتسب شهرة بالسنوات القليلة الماضية، شهرة واسعة عند الحديث عن علاج حب الشباب، ولا سيما الحالات المعندة والصعبة منه، مع كثرة التجارب الشخصية في استخدام الدواء. ينصح انه بعض المرضى يستخدموه، تمام، ورح يلاحظوا نتائج رائعة، بينما يذهب البعض الآخر إلى الحديث عن معاناتهم مع آثاره الجانبية المزعجة والتي لم تكن قابلة للتحمل. ما بين رواية كلها من هؤلاء انتشر لغط كثير حول استخدام الدواء، حول الدواء الريتان، رياكيوتان، روكتان، كيف بتسموه، واستخدامه تجعل من يوصف له يقع في حيرة من أمره، أنك رح تحتار. لذلك كان من الضروري توضيح بعض الأمور والحديث عنها بشكل مفصل. المعلومات رح نحكي شوي. الريتان، الرياكيوتان، وطريقة عمله. يتركب الدواء بشكل رئيسي من مادة الإيزوترينوئين، والتي تشتق من الفيتامين A، وهو الفيتامين ذو الدور الأهم في تجديد طبقات البشرة المبطنة للسطوح المخاطية في الجسم، باطن الأنف، باطن الأمعاء، بالإضافة إلى دوره في إنقاص كمية الدهون المفرزة من الغدد الدهنية داخل الجلد، وهو الذي يستفاد منه هنا في علاج حب الشباب، إذ تسد هذه المفرزات مسام الجلد وتجعلها بيئة ملائمة لتكاثر الجراثيم فيها وحدوث التهاب موضع على شكل بثور. كما تعمل مادة الإيزوترينوئين على تسريع انقسام خلايا البشرة وتقشر طبقاتها السطحية، مما يساعد في إزالة الخلايا الميتة والمواد الدهنية اللزجة التي تسد المسام. يعني بالمجمل رح احكي شوي هلا، بعد المعلومات رح احكي موجز قصير عنه،
أخير، متى نلجأ لدواء الريوكيتان لعلاج حب الشباب؟ لا يعتبر الريتان أو الريوكيتان علاج روتيني أو خطأ أولا في علاج حب الشباب، بل يلجأ الأطباء إلى استخدامه في الحالات التالية: على الحالات التي تفشل فيها العلاجات المبدئية مثل المضادات الحيوية الأنتيبيوتكس عن طريق الفم ومراهم التقشير الخفيفة الكريمات التقشير الخفيفة الموضعية والمعقمات والمطهرات المختلفة. حالات حب الشباب المعاود لأكثر من مرة بعد تطبيق العلاجات السابقة، وغالبا ما يكون وصفه هنا نظرا لرغبة المريض في حل نهائي للمشكلة المعندة وملله من تطبيق العلاجات الموضعية في كل مرة. حب الشباب من الشكل المكبب الكببي، تعتبر هذه الحالة هي الأشد بين أشكال حب الشباب الكثيرة، حيث يتجمع فيها القيح المفرزات الالتهابية في بثور كبيرة وعميقة تظهر بشكل متتالي في جميع أنحاء الوجه وأحيانا منطقة الظهر وأعلى الصدر. تشفى هذه البثور الكبيرة بعد فترة تاركة مكانها ندبات واضحة على سطح الجلد، وهنا يكون دور الريتان روكوتان الإيزوترينوئين هو الخيار الوحيد والعلاج الأمثل لإيقاف ظهور مثل هذه البثرات المشوهة للجلد وتقشير سطحه للتخفيف من عمق الندبات التي سبقها وتشكلت وليس إزالة أثرها بالمطلق. الأعراض الجانبية لدواء ريوكيتان: الآثار الجانبية التي قد يعاني منها المريض أثناء تناول الدواء. يملك دواء الريوكيتان الكثير من الآثار الجانبية المزعجة والتي تشمل جميع أجهزة الجسم المختلفة، ولعلها المسبب الأكبر لسمعة هذا الدواء السيئة لدى الكثيرين وخوف المرضى من تناوله، على الرغم من فوائده العظيمة وإحداثه لثورة في مجال علاج حب الشباب. من أكثر الآثار الجانبية شيوعا جفاف الفم، تشقق الشفتين والفم. فقد ذكرنا أن المادة الفعالة في الدواء تقوم بإنقاص المفرزات التي تقوم بترطيب الجلد، لا سيما منطقة الشفاه وما يجاورها، لذلك تبدأ الشفاه بعد مرور عدة أيام على العلاج بالتجفاف، لينتهي الأمر بالتشقق الذي يكون مؤلما ونازفا أحيانا. ويشمل الجفاف أيضا مخاطير الأنف فتصبح شاحبة وهشة سهلة النزف، مما يسبب رعاف متكرر من الأنف مع أي رد بسيط أو حتى عفوي. وقد تعاني مناطق الوجه الأخرى أيضا من الجفاف فتصبح حاكة متهيجة حساسة لأشعة الشمس. جفاف العين مع من الدمع، الأمر الذي يؤدي إلى التهاب في الملتحمة والأجفان بالإضافة إلى تدني مؤقت في القدرة البصرية، لأن الطبقة التي يشكلها الدم على سطح العين ضرورية للرؤية الواضحة. تساقط الشعر عند تناول الريوكيتان أو الريتان، يحصل ما يدعى بالحاصة وهو تساقط الشعر على شكل وقع في فروة الرأس. لا يشمل تساقط جميع الأشعار الموجودة في المنطقة المصابة، ويعود الشعر للنمو بشكل طبيعي بعد إيقاف الدواء. ارتفاع في مستوى الشحوم الثلاثية والكوليسترول، لهيك لازم نطلب قبل ما نعملهم الكوليسترول والترايجليسيريد الشحوم الثلاثية. إصابة الكبد، في حالات نادرة يسبب الدواء حدوث تشحم كبدي، وهو استبدال الخلايا الكبدية الطبيعية بخلايا شحمية بينها. يراقب هذا الأثر الخطير بإجراء تحاليل دموية دورية طيلة فترة العلاج. لازم نعمل كمان أنزيمات الكبد. عدوا معي: كوليسترول، ترايجليسيريد، وظائف الكبد، AST/ALT، من قبل تسمى SGOT و SGPT. الألم، إذ يمكن أن يؤدي الدواء إلى ألم متوسطة الشدة في العضلات والمفاصل، لذلك ينصح الأطباء بتجنب الجهد الفيزيائي الشديد أثناء العلاج. طب الآثار النفسية، يعاني بعض المرضى من تقلبات مزعجة في المزاج قد تصل في حالات قليلة إلى درجة الاكتئاب، لا سيما عند الذين يعانون في الأساس من اضطرابات نفسية أو لديهم استعداد وراثي وبيئي. موانع الاستعمال، مضادات الاستضباب contraindications، يعني امتى ما بيصير ناخده في الحالات. ما هي الحالات التي لا يمكن فيها تناوله؟ شو الريتان ريكوتان، الحمل،
ويعتبر الحمل مانعا مطلقا لاستخدام الرياكوتان لكونها احد الادويه التي ثبت تاثيرها المشوه على الاجنه، تاثير مشوه على الاجنه. لذلك يوصي الاطباء باستخدام مانع حمل فعال اثناء العلاج به وخلال شهر على الاقل بعد نهايه الحبه الاخيره من الدواء. بعض الاطباء يفضل منع الحمل لست اشهر بعد الدواء من اجل تجنب حدوث حمل غير مرغوب فيه. الإرضاع، ينصح الأطباء بإيقاف الإرضاع قبل البدء بالعلاج لأن المواد الدوائية الفعالة تنتقل عبر الحليب إلى الطفل. الحساسية المسبقة للدواء، أي دواء عليه حساسية ما بصير تاخده. يجب إخبار الطبيب المعالج في حال سبق لك التحسس من الإيزوترينوين أو أحد مشتقات فيتامين A الأخرى، فيتامين A الأخرى لكي يبدل الدواء المختار بخطة علاجية أخرى كما يحدد من استخدامه عند من لديهم حساسية من مشتقات زيوت الصويا لكونها تدخل في تركيبات كبسولات الدواء. وجود بعض الأمراض المرافقة منها أمراض الكبد المنهكة مثل التهابات الكبد المختلفة، تشمع الكبد لأن دواء الرياكيوتان يتم تفكيكه وطرحه من الجسم عن طريق الكبد، ارتفاع الشحوم والكوليسترول لأنها كما ذكر بالاصل بيزداد مستواها، انه بيزيد هو اصل مستواها في الدم فما بصير تاخذها. السكري، امراض الكلى، اضطرابات نفسيه مثل الاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب، تعرفوا اضطراب ثنائي القطب. العمر، لا يعطى هذا الدواء للاطفال تحت عمر 12 سنه لعدم نضج وظائف الكبد لديهم. طبعا في بعض النصائح، بعض الارشادات، بعض التوجيهات العلاجية، ما الأمور التي يجب عليك الانتباه لها خلال فترة العلاج؟ تجنب التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة دون وضع الواقي الشمسي، بدك تحط كريم واقي شمسي لأنه بتزيد حساسية البشرة للشمس خلال فترة العلاج فيزداد احتمال التعرض للحروق الشمسية. عدم التبرع بالدم طيلة فترة العلاج وحتى مرور شهر على انتهائه، ذلك لأن الدم المتبرع به قد يعطى لطفل أو حامل أو مرضع. عدم إجراء عمليات الليزر على العينين لأن الجفاف الحاصل خلال العلاج يعيق شفاء القرنية بعد مثل هذه العمليات ويزيد من احتمال حدوث الالتهاب. التقليل من وضع مساحيق التجميل على البشرة، ذلك لأنه ازدياد حساسية البشرة للمواد المخرشة وإمكانية الإصابة بالأكزيما. تجنب الخضوع لجلسات إزالة الشعر بالليزر حتى مرور 6 أشهر على نهاية العلاج خوفا من حدوث حروق جلدية بأشعة الليزر. عدم تناول المكملات الغذائية الحاوية على الفيتامينات المركبة لكونها تحتوي بينها على فيتامين A لتجنب حدوث انسمام بفيتامين A والذي يدخل في تركيب الدواء أيضا. بالمجمل قلنا الفيتامينات منحلة بالماء لنقول أو بالماء، فيتامين B وسي، وحكينا كتير عن فيتامين C وأنه مو ممكن يعني بالمجمل ما بكتير بيصير حالات انسمام فيه لأنه بنحل بالدم وبينطرح. أما الفيتامينات المنحلة بالجسم هون المشكلة، وتسمى كده بالمصري كده K و D و E و A. عدم تناول جرعة مضافة عفوية من الدواء في حال نسيانها في الوقت السابق نظرا لخطورة حدوث السمية الدوائية في هذه الحالة. معلومات خاطئة عن الريتان الرياكوتان، أهم المغالطات الشهيرة حوله، يشيع بين الناس الكثير من المغالطات حوله، أنه يتهم بإحداث العقم لدى السيدات في سن الإنجاب وهو أمر خاطئ تماما، ولعل السبب الكامن وراء انتشار مثل هذه الفكرة هو نصائح الأطباء لمريضاتهم بعدم الحمل قبل مرور شهر على العلاج، ولكنه في الحقيقة لا يؤثر على خصوبة المرأة بأي شكل من الأشكال. يظن البعض أنه يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، والحقيقة أن الدواء لا يحتوي على أي مواد هرمونية، لذلك من غير الممكن له التدخل في انتظام وغزارة الدورة. كثيرا ما يربط المرضى بتناول الدواء بفقدانهم أو اكتسابهم لبعض الوزن وهو أمر غير دقيق أبدا، إذ لم تثبت الدراسات التي أجريت عليه أي رابط بين تناوله وتغيرات وزن الجسم. بالرغم من كون الدواء مقشرا قويا لطبقات الجلد إلا أنه لا يؤدي إلى تبييض البشرة كما يشاع في الطبقات السطحية،
تصبح أكثر نضارة ونعومة فقط، أما لون البشرة فتعد الخلايا الصبغية الميلانية هي المسؤولة الرئيسية، هي المسؤولة عنه، ولا هي لا تتأثر أبدا بتناول الروكيوتان. بالمجمل حكينا عنه شوي، ممكن أحط كمان فيديوهات تانية عن الموضوع. لا يجب نسيان كونه دواء له آثار جانبية، رغم أنه له الفوائد، ولكن في بعض الحالات إذا بس العد المكبب ممكن ينعطى فيه. طبعا لا يوصف إلا بموجب وصفة طبية من قبل الطبيب المختص، مع الالتزام الكامل بالمحاذير من قبله، تجنب المضاعفات الخطيرة التي تنجم عن إهمال إذا أهملنا. بالمجمل عادة مثل ما قلنا، التركيب حكيت بأول الفيديو، راجعوها كيف بتشكل حب الشباب. بالمجمل ممكن تعطي عادة ببعض الحالات، ممكن كمادات الكحول قد تساعد لأنه بتبرد البشرة، غير أنواع المعقمات الثانية. مثلا إذا قلنا كمعقم، عم نحكي الكحول بفيد لأنه ببرد البشرة، بجفف شوي الدهن. ممكن تاخذ صابونة كبريتية، وقلت بملاحظة سابقة انه ممكن انت وعم بداية العلاج ينشط يزيد، فتفكر انه العلاج خاطئ. هو لا، هو البشرة صارت تفرز الدورة الدموية الموجودة بالجلد، صارت تفرز المنتجات او المفرزات الموجودة بالجلد اكثر، فبتحس طلع حب شباب اكثر. فكمل، ممكن نوصف بعض احيانا بعض انواع الصوابين المحتوية على الجليسرين او الصابون الكبريتي. طبعا السوليوشن المحاليل تطبق على بشرة الوجه طبعا او حتى على الجسم. المحاليل اللي بتحتوي على مثلا كلاندامايسين، الدوكسيسايكلين، الاريترومايسين بتساعد. ممكن نوصف بعدين كابسولز حبوب اذا الناس ما بيتحسسوا عليه، من بعض انواع المضادات الحيويه اللي بتاثر على الجلد، يعني كل منطقه من الجسم وإلها مضاد حيوي فعال اكثر من غيرها. ففي بعض انواع المضادات الحيويه بيكون تاثيرها على الجلد اكثر، فبتنوصف. يعني ما فيك تنصف مثلا اوكمنتين لعلاج حب الشباب مثلا، عرفت كيف؟ بالمجمل بعدين اذا كان في عد يعني حب شباب موجود بالجسم كتير، طبعا هون تطبيق المراهم والكريمات بيكون صعب، هاي احد الاستطبابات لا تستخدمه. بعد ما شفنا ذكرنا المضادات الاستطباب والاثار الجانبيه اللي لازم تعرفها، او في انواع من العد اللي هو بيكون عميق. لما انت تدخل على طبقة الأدمة المتوسطة والعميقة، هون بيكون المشكلة بالموضوع، وإلا ما يترك ندبة، فهون بتكون بدك تاخد ريأكوتان مثلا. ليه؟ مشان تاخد الريأكوتان مشان توقف حب الشباب، تخفف من الاثار من اثار الندب السكارز التي قد تتشكل بفعل حب الشباب. طبعا هذا كان الفيديو، ان شاء الله اقدر اعمل لكم فيديوهات تاني. انزلوا تحت الفيديو اعملوا لايك وشير، شاركوا، سبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس. اهلا وسهلا، دكتور باسم.